السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فدائما نسعد بذكر الله، لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فامتثالا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يأمر أمرا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول السائل: امرأة أدركتها الصلاة خارج بيتها، فكيف تتوضأ في الشارع إن لم تجد مكانا مخصصا؟ أحد يستر عليها وهي تتوضأ حتى تتوضأ ومن ثم تصلي. النقاب كما لا يخفى فيه الوجهان، تغطية الوجه، أختار من أقوال العلماء القول بالوجوب والله أعلم. في حملة من الصوفية، والله يا أخي الصوفية هؤلاء، أنت ذكرت أقواما، الحمد لله الذي لم يجعلنا منهم، الحمد لله الذي لم يجعلنا من هؤلاء القوم الذين ذكرتهم. أما عن حملة الصوفية فلأمر قلنا: إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ولا يجوز لنا أن نصف الرسول بأنه كاشف الضر، إنما كاشف الضر هو الله، لقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فغضبت الصوفية لذلك وقاموا مقاومتهم، لكن الحمد لله أمرهم في تباب، الحمد لله، لأن ما انتصرنا لآبائنا ولأجدادنا، نقول إن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، ونسأل الله الوفاة على ذلك، ونسأل الله الثبات على ذلك. فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد من العباد، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، الأمر كله لله، الأمر كله لله، الأمر كله لله. ليس انتقاصا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المضي قدما على الدعوة التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنحن أتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعددنا والله لو افتديناه بأنفسنا عليه الصلاة والسلام، لكن هو جاء بالنهي عن الشرك، فلا يجعل الله ند أبدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أي ذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أما المداخلات، أما الذين يسمونهم من مداخل، الله أعلم بصحة التسمية، فهم ما هم إلا فرقة من فرق التكفير، لكن بدلا من التكفير انتهوا للتبديع. فالتكفير يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء ليس لهم شاغل إلا أهل العلم، لم ينهوا عن شرك، لم ينهوا عن ضلالة، لم يدعوا نصرانيا، فقط يجلسون يتربصون بأي شيخ، أي عالم تزل قدمه في لفظة، وإذا بهم
عياذا بالله ينبحون كما تنبح أشياء أنتم تعرفونها. حكم استصدار عفوا هل يجوز تخصيص سبع من الأضحية للعقيقة؟ عقيقة عن بنت، إذا كانت عقيقة عن بنت فهي شاف، فجوز فريق العلم سبع بقرة عن البنت كعقيقة، وعن الولد سبعين، وعن الولد سبعين، فلا بأس بذلك عند فريق من العلم قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج. والده عليه دين ولا يتم لقضاء دين، وإذا حصل على مال لا يبالي بسداد دينه، ماذا أفعل منه؟ ذكره بالله، لأن الدين لا يغفر، يغفر إلا إذا شاء الله، لكن الحديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فالشهيد في حرب الكفار يغفر له كل شيء إلا الدين، طبعا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ماذا نفعل في الأشهر الحرم؟ تفعل أعمالا صالحة، تعمل أعمالا صالحة وتستغفر الله ولا تؤذي العباد بلسانك، ورد المظالم إلى أهلها. حديث ما صلى صلاة ولا تلا قرآنا وجلس مجلسا إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك لا يصح. أسلفنا القول بأن حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار في ضعف. حكم الأخ الذي يفعل الخبائث يشك في كل قريب وبعيد ولا شيء، يعني ما حكم قطع رحم الأخ الذي يفعل الخبائث ويشك في كل قريب وبعيد ولا يثق في أحد؟ إذا كنت تهجره لله فلك أن تهجر لله، إذا كان من المناسب التواصل معه ونصحه وتذكيره فلك ذلك أيضا. وبارك الله فيك. ما المقصود من حديث من ارتد عن دينه فاقتلوه؟ هذا في شريعتنا، من بدل دينه فاقتلوه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. جزاك الله خير. لو زوجها دفع فلوس لشخص حتى يشتغل، حرام أم حلال؟ إذا كان سيشتغل في قطاع عام يأخذ الموظفين بالمسابقات وبالكفاءات، لا يجوز أن يعطي أموالا لمثل هؤلاء القائمين على الانتقاء حتى يأخذوا ولده. أما إذا كان يطلب من شخص شفاعة حسنة لدى صاحب مصنع مثلا أو صاحب عمل ليأخذ ولده عنده، فلا بأس بمثل ذلك. أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، قد شاء الله ألا يخرجوا، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. النزول باليدين أم بالركبتين أثناء النزول من القيام إلى السجود؟ كل الأحاديث التي وردت في هذا الصدد لا تثبت، وقد ورد عن عمر بسند يصح عنه أنه كان ينزل على ركبتيه، وبهذا أخذ جمهور العلماء. حكم التجشؤ في الصلاة لا يفسدها. حكم التجشؤ في الصلاة، التجشؤ في الصلاة لا يفسدها. وقد ورد في هذا الصدد حديث لكن سنده في ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تجشأ في الصلاة فقال كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، ولكنه ضعيف الإسناد. يسأل عن الطلاق البدعي، هل يحسب تطليقا وما الراجح فيه؟ الطلاق البدعي محسوب تطليقه عند الأئمة الأربعة، ويؤيده قول
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، فلا مراجعة إلا بعد طلاق. ذبح قروفين أفضل أم عجل في العقيقة؟ كل له وجهته، وجهة الذي يذبح خروفين للامتثال، وجهة الذي يذبح عجلا الإكرام، إكرام قد ضحى أنس عن بنيه عق أنس عن بنيه بجزور، وحجته القياس أيضا، قاس على الأضحية تجزى عن العجل يجزى عن 7 أبيات، ودم التمتع العجل يجزى عن 7 حجيج. رجل هجر زوجته رغم أنهما يعيشان في نفس البيت مع الأولاد لمدة سنوات دون أن يطلقها، والآن أراد الرجوع، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، يعني ما ذلت زوجته. أما من يقيد ب4 أشهر فهذا في الإيلاء، وهو ما حلف، يعني الذي يقول لزوجته: والله لن أقربك لمدة سنة، فيؤتى به بعد ال4 أشهر، إما أن تراجع وإما أن تفارق وإما أن تحبس. فهذا قول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. لكن إذا كان الشخص قال فقط هجر زوجته مدة طويلة فقط، هي ما زالت زوجة. هل يغني شراء اللحم بدلا من الذبح في العقيقة؟ لا يغني، لا يغني شراء اللحم بدلا من الذبح، الذبح نفسه نسك من الأنساك. هل تجوز قراءة القرآن المرأة بلبس البيت بدون حجاب؟ تجوز. ما حكم المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الحمد لله، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق، قال لها بروع بنت واشق، كان زوجها عقد عليها ومات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها مهر مثليها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث. لم يقص على المطلقة قبل المسيس. هل تجوز قراءة القرآن المرأة، عفوا، ما حكم هل يتساوى من قرأ القرآن ومن قرأ سورة الإخلاص 3 مرات في الفضل؟ لا طبعا، لا يتساويان أبدا، لأن سورة قل هو الله أحد تعدي لثلث القرآن. هذا في باب، يعني إذا قال فريق من العلماء إن القرآن الكريم مقسم بحسب موضوعاته إلى 3 أقسام: قسم يتعلق بالمعتقد، قسم يتعلق بالتشريعات والأحكام، قسم يتعلق بالقصص والأخبار. فسورة قل هو الله أحد تمثل القسم الذي يتعلق بالمعتقد، فتعدل ثلث القرآن من هذا الباب، والله أعلم. زوج جدد عفش الزوجية ثم ماتت الزوجة، هل يكون العفش الجديد من حقه؟ لا، من زوج كتبت قائمة يا عاطف، فالقائمة لها، بعدين أنت استهلكت عفشها أصلا، هذا العفش صداق لها وأنت استهلكته فجددته، فيقسم العفش تركه. وبعد يا أخ عاطف، أنت لك إذا كنت بدون أولاد لك نصف العفش، وسائر ورثتها لهم النصف الآخر. حكم صلاة العشاء قبل أذان الفجر ب10 دقائق، حكم صلاة سنة العشاء قبل أذان الفجر الثاني، لا بأس. حكم فاتته ركعة
أو ركعتان في صلاة المغرب واستخلفه إمامه ليتم الناس، لا يطاول الإمام لأنه هم قد يسبقوه في الصلوات، إنه متأخر ركعتين، حب أن المصلين منهم من هو متأخر ركعة. أمي لا تستطيع الصوم لمرض مزمن، تفطر. أمه لا تستطيع الصوم لمرض مزمن تفطر. وهل تطعم مكان كل يوم مسكينا؟ هذا فعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هل يجب علي الوضوء إذا لمست امرأة بحكم عملي في المجال الطبي؟ أختار رأي ابن عباس أنه لا تسريب عليك في مثل ذلك، وقوله تعالى أو لامستم النساء محمول على أو لامستم النساء محمول على الجماع عند ابن عباس رضي الله عنهما. حكم الرسومات المتحركة، إذا كان تقصد الرسومات المتحركة الكرتون لا بأس بها. نعم نصارى هذا الزمان أهل كتاب، وهل تراهم على عهد الرسول كانوا موحدين؟ كانوا يقولون عيسى ابن الله أيضا. أحبك الله يا أبا رائد. من أفطر يوما متعمدا في رمضان كيف يقضي؟ إذا أفطر بالأكل والشرب عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار والعمل الصالح. أما إذا أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا وزوجته مثله إذا كانت مطاوعة له، والله أعلم. هل أليس هناك حديث عن النبي لا تركعه ركوع الجمل؟ لا لا، مش حديث كذا، لا تركعه ركوع الجمل ليس هناك حديث. لا يجوز حل السحر بالسحر، لا يجوز حل السحر بالسحر، أما حل السحر بدعاء الله بالرقية الموجودة في من الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر فدعا ودعا ودعا. هل يفترض عدم الإفطار في صيام أيام القضاء؟ لا، من الممكن أن تفطر لكن عليك الإعادة. ترى أختي دائما طائرة تسقط. الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا أمننا وإيماننا يا رب. كيف أطمئن أن الماء وصل لكل جسم في الغسل؟ لا توسوس يا مندوهي، صب الماء صبا على جسمك ولا تلتفت بعد ذلك، وإلا ستجف. هل أصاب الماء هذا؟ هل هذا ستوسوس وسوسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا معتزلا قال ما لي أراك معتزلا لم تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فأتي النبي بذنوب الماء قال خذه فافرغه على نفسك، هذا الموضوع انتهى. اجتهد قدر الاستطاعة لكن لا توسوس. الأكل على جنابة ليورث الفقر، لم يصح الخبر بهذا. حكم عدم لبس الشراب للمرأة وقت الصلاة. الصلاة صحيحة وإن كان لبس الشراب أفضل. حكم وضع ماكينة فوري بسوبر ماركت لشحن عداد الكهرباء وكروت الشحن والتحويل، لا مانع من ذلك، تأخذ عمولتها فقط. حبك الله يا أخ مسعد. هل زكاة الذهب مرة أم كل عام؟ هل زكاة الذهب مرة أم كل عام؟ زكاة الذهب كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أرباح اليوتيوب تأتي من إعلانات فيها المباح وفيها ما يحوي محظورات كالعري والمعازف. إذن إذا كنت تريد الاحتياط لدينك يا أنس ابتعد عنها تماما، والله الغني وقد قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هل يجوز يوم المغرب والعشاء لأن صلاة العشاء الساعة 12؟ لا يجوز جمع المغرب مع العشاء إلا للمسافر أو للمقيم في حالة الضرورة القصوى.
وضمان بالبوسطة وفوائدها، فوائد البوسطة كفوائد البنوك سواء بسواء. هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة معينة أثناء الأكل؟ لم يثبت على جلسة واحدة عليه الصلاة والسلام، لكنه قال إني لا آكل متكئا. حبك الله أخ مصطفى يوسف، طهور يا شيخ مصطفى الله يحفظك. هل يجوز أن يصلي الرجل الجمعة بأهله في المنزل؟ نعم، إذا منع المساجد. أما إذا المساجد مفتوحة فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. من على جريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم بين إصبعي وفرق، صحيح ثابت. أحبك الله يا أخ أحمد دشان. هل الخوف الزائد هل يجوز أن يصعف؟ هل الخوف الزائد عن الحد حرام؟ لا مش حرام، بس جبن. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أحبك الله يا نبيل، أحبك الله مصطفى. فالخايفة من كل حاجة ومن الخروج، مش حتى مش عارف أروح أشوف أمي ولا بخرج من البيت خالص. ليس عليك اسم، لكن الشيطان يلعب بك الآن. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. ولو مكتوب لك أن تموتي في البيت ستموتي، ولو مكتوب لك أن تموتي في مكان ستخرجي إلى المكان وتموتين فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شخص يلعب لعبة إلكترونية عبر الإنترنت وفيها زر مثل حجر النرد يستعمله حتى يتنقل داخل اللعبة، يعني بهذه الطريقة ما استطيع أفتي بتحريمها على التوصيف المذكور. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، يعني عائشة، لا يصح. ولم يرد في ذكر عائشة رضي الله عنها بالحميراء شيء ثابت إلا حديث أخرجه النسائي في سننه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أو غير النسائي: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ ووضع خدها على خده وهي تنظر من شق الباب للأحباش وهم يلعبون في المسجد. ما حكم صدى الصوت في تلاوة القرآن؟ ما حكم صدى الصوت في تلاوة القرآن؟ يعني صدى الصوت، يعني إذا كان يسمع إسماعا طيبا لا بأس، لا يسمع إسماعا طيبا لا. ما صحة حديث هذه الكلمات تقال عقب الصلاة وعند النوم: الله أكبر كبيرا وكلمات الله التامات الطيبات المباركات؟ لا يثبت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم الاحتجاج بقول الصحابي: قول الصحابي بلا ريب أفضل من أقوال قول الصحابة بلا ريب في الجملة، في الجملة، في الجملة أفضل من أقوال غيرهم. لكن لا يمنع أن يكون هناك صحابي خفي عليه دليل، خفي عليه دليل، فمن ثم أفتى بخلاف الدليل، وهذا وارد لأننا بشر. ولذلك نجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضلهم وثناء الله عز وجل عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، نجد منهم من انفرد بمفاريد لم يوافق عليها من سائر الصحابة رضي الله عنهم. انفرد مثلا عمر، أو عمر لا أقول انفرد، يرى عمر من التمتع في الحج والتمتع في كتاب الله، لكن عمر فهم أنه خاص بزمن النبي، لكن الصحابة خلفوه في ذلك. وانفرد أبو ذر بالقول أنك تخرج كل المال الزائد عن حاجتك، وانفرد عفوا هو طبعا عمر جاء بعد عثمان على منواله رضي الله تعالى عنه في مسألة التمتع في الحج. يعني إذا جلسنا نعدد سنعدد الكثير والكثير. وكان ابن عباس يرى نكاح المتعة إلى أن خلف وبشدة، خلف وبشدة.
جمع الصلوات للمريض. المريض يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى، كان سيدخل عملية جراحية ولن يخرج إلا بعد فوات الصلاة، ممكن يجمع جمع تقديم. إذا كان مثلا سيدخل عملية جراحية الساعة 2 ظهرا ويخرج بعد المغرب، فيمكن أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم. هل سورة الكافرون اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك آخر ما يقال قبل النوم؟ لا، الجزء الأخير اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك إلى آخره، هذا آخر ما يقال. أما الكافرون فلم يثبت حديث أنها من أذكار النوم. يعمل في الدفاع المدني بالجزائر ويكون يوم جمعة، هل تسقط صلاة الجمعة بالرغم من أنه توجد مصلى فقط؟ أنت صاحب عذر يا أخ أحمد، أنت صاحب عذر بارك الله فيك. ماذا يفعل من وقع في الزنا بحليلة جاره وكيف يكفر؟ يستر على نفسه ويبتعد عنها ابتعادا تاما ويعمل أعمالا صالحة كبيرة لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. العمل بمهنة المحاماة، إذا كنت تدافع عن الحق فأنت على خير، إذا كنت تدافع عن باطل فأنت آثم. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث لا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه معارض بأبواب الكفاءات، معارض بأبواب الكفاءات. حكم حديث سيء الأسقام أنا اللهم إني أراجعه أيضا إن شاء الله. كتاب التوحيد موجود مطبوع لنا الحمد لله، اسمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ما طبعته دار ابن رجب وهو موجود الحمد لله، وإذا تتنى هناك منه نسخة إن شاء الله. هل يجوز اللعب طولي الطاولة في الإنترنت؟ احرص على ما ينفعك يا فلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. هل يجوز تجميد الحيوانات المنوية للزوج؟ لا يجوز تجميد الحيوانات المنوية للزوجة بعد الوفاة يستعملها، هذا يحدث فتنا عظيمة. حكم ترك مسافة أحمد سعد، هذه ضرورة بارك الله فيك. سائلة تقول عقيمة وزوجها تنازل عن حقي في الميراث خشية من أن أرثه، تنازل عن حقي لمن؟ وضح السؤال. ما حكم من صلى الصلاة الجهرية سرا؟ الصلاة صحيحة. كيف أكمل إيماني؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أجمع هذه الشعب وحققها، أعلاها لا إله إلا الله، أدنى إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان، أي الإسلام أفضل، إطعام الطعام وإفشاء السلام، هناك شعب كثيرة للإيمان، حاول استكمالها، كلما استكملت شيئا منها إن شاء الله أنت على خير. ما صحة حديث أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة يسبح لله 100 تسبيحة في اليوم؟ وشرحه يعني يصحح لشواهده، المعنى يصحح، حسنة العشر أمثالها. رجل طمع في أخذ ميراثي على مدار 20 عام ولجأ الطرفين المحكمة ولم تقض له بشيء، هل الآخر وزر؟ نعم، أعلم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه
فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطته له قطعة من النار إذا شاء قبلها وإذا شاء ردها. فقضاء القاضي سيحاكم الجميع مرة ثانية بين يدي الله. أقلها وتوكل سنده في مقال يسير لكن هناك شواهد متعددة لمعناه. سجود التلاوة بدون وضوء وقراءة القرآن بدون وضوء جائز على ما أختاره من أقوال العلماء. نعم الخلاف قوي في سجدة التلاوة على وجه الخصوص، هناك من يقيسها على الصلاة ومن ثم يستلزم لها ما تستلزمه الصلاة، يستلزم لها ما تستلزمه الصلاة من وضوء وتوجه للقبلة وتكبير عند الهوي لها وغير ذلك. ومن العلماء من قال ليس هناك دليل على أننا نجريها مجرى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فوصل إلى آية السجدة فسجد وسجد الجميع، ويصعب أن يكونوا جميعا على وضوء آنذاك، والله أعلم. ما أجر من يغسل الميت؟ يغسل الميت رجل مأجور إن شاء الله، وكم قدر هذا الأجر؟ لم يبينه الله سبحانه. كالطواف مثلا، طواف التطوع له أجر، لكن كم هو لم يبينه الله سبحانه. العقيقة لها أجر لكن كم هو لم يبينه الله سبحانه. الأضحية لها أجر لكن كم هو لم يبينه الله سبحانه وتعالى. حكم من أتى امرأته وهي حائض، إن كان عالما يأثم، وإن كانت هي مطوعة تأثم، وما الكفارة في حال إثمهما؟ وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو حديث لا تخلو من مقال، من أن يتصدق بدينار أو بنصف بثلث دينار أو بنصف دينار أو بربع دينار، وكلها لا تثبت، كلها لا تثبت. ف الذي يفعل عمل صالح، قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كيفية إخراج زكاة الزروع في أرض مشاركة مع غير مسلم؟ أخرج ما يخصك. نظرت إعطاء شخص مبلغا من المال، هل يجوز أن أعطي المال لشخص آخر محتاج أكثر؟ هل أخبرت يا أبا مالك؟ إذا كنت أخبرت الأول، إذا كنت أخبرت الأول فلا تحيد عن نذرك، فلا تحيد عن نذرك. إذا لم تكن أخبرت الأول جاز لك الانتقال، والله أعلم، لمن هو أفقر، لأن العلماء يقولون الانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز. نظرت أن أذبح بقرة فذبحت جملا، أو نظرت أن أذبح خروفا فذبحت بقرة، فهذا انتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، لكن العكس لا. والشاهد لما ذكر أن امرأة أتت إلى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وقالت يا أم المؤمنين إني نذرت أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. قالت لا أصليها هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام. حكم تأخذ زكاة المال، تأخذها لغير حاجة لغير ضرورة إثم. هل وضع المال في البنك بدون فوائد تعد معاون على الإثم؟ إن لك، إن كان لك مكان تضع فيه مالك ضع فيه مالك، وإن لم يكن فأنت مضطر للمحافظة عليه فلا بأس من ثم. هل للمرتد من توبة؟ نعم، إذا أراد أن يرجع يرجع. حديث الزوج حق الزوج على زوجتي لو كانت به قرحة للحستيها ما أديت حقه. الآن في الخبر كلام، في الخبر رجل لا يتحمل مثل هذا المتن، والله أعلم. هل يجوز استعمال الكحول كمطهر؟ نعم يجوز. حكما وعد شخصا ليعطيه شيئا إذا فعل أمرا وفعله ثم قال إني مسامحك من الشيء،
خلاص مسامح والحمد لله. أما القائل يعني الذي المستحق هو الذي سامح، خلاص الحمد لله. كسل في العبادة، تعوذ بالله من الكسل يا محمد بن عبد الحي. سورة ياسين هي اسم نبي؟ لا ليست باسم نبي، بعضهم قال حروفا مقطعة. يقول قتلت فتاة، قتلت فتاة من قريتي على يد زوجها، فما الحكم؟ قتل نفس، حاكم قتل نفس. الأضحية لأول مرة تشترط أن تكون من الضأن؟ لا تشترط. الكحول ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. الزوج الذي تنازل عن حقه في الميراث حتى لا ترث زوجته، تنازل لأخيها ظلم. إنما الأعمال بنيته، كل هذه حيل، والحيال الباطلة محرمة. حكم التمثيل ومشاهدة التمثيل، هذا شيء دخيل على ديننا. هل سمعتم أيها الإخوة والأخوات، هل سمعتم ونبئوني بربكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمثلون؟ هل سمعتم أن عائشة رضي الله عنها خرجت في دور تمثل مع عمر بن الخطاب؟ هل سمعتم شيئا من هذا؟ هل سمعتم أي زوجة من أزواج الرسول خرجت تمثل مع صحابي آخر؟ هل سمعتم أن صحابي مع صحابي أقاموا تمثيلية ومسرحية؟ شيء كله دخيل على ديننا برمته. وإذا قدر وجوزه بعض العلماء لابد أن يجوز بالضوابط الشرعية. ما الهدف منه؟ ما الغرض منه؟ هل ما الملابسات المحيطة به؟ هل فيه اختلاط؟ هل فيه تعري؟ هل فيه مفاسد؟ هل فيه نشر عادات وتقاليد رديئة أم ماذا؟ حديث الذهب بالذهب ما صحته؟ الذهب والذهب يدا بيد، مثلا بمثل، هو ثابت. يقول سائرون في ثبات، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، قل إن شاء الله. هل خروج الامتحانات إلقاء بالنفس إلى التهلكة؟ ليس إلقاء بالنفس إلى التهلكة. رفع الصوت على الأم عند الغضب خوفا عليها ثم اعتذر، اعتذر وسمحته لا بأس، لكن الله قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كسل في العبادة ماذا يفعل؟ يتعوذ بالله من العجز والكسل. حكم حب منع الحمل، لا تستعملي حبوب منع الحمل. يعني أتكلم على مسألة إلا للضرورة طبعا، أتكلم على مسألة النسل، مسألة الاستكثار من النسل. يستحب الاستكثار من الذرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكحوا فإني مكاثر بكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد امتن الله على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب عليه السلام مذكرا لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح عليه السلام يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال داود سليمان بن داود عليهما السلام: لا تطوفن الليل على 60 امرأة، في رواية 90: تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له: قل إن شاء الله. لم يقل: فلم تلد منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. عندي شقة إيجار قديم وكلفتها التوضيب، هل من حقي أخذ تكلفة التوضيب ولا أسيبها من غير ما أخذ شيء؟ إن أعطاك تكلفة التوضيب بنفس طيبة لا بأس، وإلا فهو الأصل أنه لم يقل لك وضب، أنت الذي وضبت. هل لازم قراءة الفاتحة مع الإمام في صلاة الجماعة الجهرية؟ هل لا، الجمهور يقولون يا أحمد بن سعد بن عزت
قراءة الإمام لك قراءة، ويقولون إن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما حكم القرض لرجل يعمل محاسب في بنك؟ يعني قرض بالربا حرام لأي كان. شخص نريد أن نشترك في الأضحية بسهمين، سهم للأضحية وآخر لعقيقة ابنته مع جماعة في بقرة، لا بأس يا أخ مصطفى. هل يجوز من زنى بامرأة أن يتزوجها؟ يجوز. هل يسقط عنه الحد؟ لا يسقط عنه الحد. قد ورد عند البيهقي أظن من طريق يزيد بن أبي عبيد أو غيره، يعني في سند كلام خفيف، أن رجلا تزوج امرأة وله ولد من غيرها ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. ما حكم استرجاع المهر من المرأة بعد تطليقها قبل الدخول مع العلم أنها تتخذ أخدان؟ هذه قضية تنظر، قضية تنظر، هل هو طلاق مسبب؟ هل هي أتت بفاحشة مبينة تستدعي رد استرداد الصداق من هؤلاء؟ قضية تسمع من الأطراف. هل يجوز أن نشهد لإنسان من أهل الإيمان بالجنة؟ نقول من أهل الجنة لا، الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب. الذين شهد لهم الرسول أنهم من أهل الجنة هم الذين نقول أنهم من أهل الجنة، الذين شهد لهم الرسول أنهم من أهل النار نقول أنهم من أهل النار. أما إذا مات شخص نقول مات على الكفر، الله أعلم به، قد يكون أسلم ونحن لا ندري، لكن نجري عليه الأحكام الظهرية، لا نرث، لا نرثه ولا يرثنا، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يغسل إذا كان كافرا، نجري عليه الأعمال الأحكام الظاهرة، لكن القطع بأنه من أهل النار، نقطع بأن المشرك من أهل النار، لأن الله قال في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومسألة الجنة والنار أيها الإخوة الأمر موكول فيها إلى الله، لكن قد بيّن الله لنا أمورا في كتاب من كتابه وسنة رسوله نستضيء بها. أن بعض الناس يظنون أن القرابات تنفع يوم القيامة، فيقولون أبو لهب لأنه عم الرسول كيف يعذب، ويتفذلك بعضهم ويقول إن ربنا قال سيصلى نارا ذات لهب، لكن قد يرجع في كلامه، عياذا بالله من هذا الضلال. نقول إن نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية يا عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فلا توهمن أحد أن أحدا ينفع يوم القيامة إلا بإذن الله. الخليل إبراهيم عليه السلام لم ينفع أباه يوم القيامة. شخص صديق غير مسلم وينشر منشورات على العام ويدعو إلى النصرانية، لابد من الرد عليه. من كان صديقا لك اقطع صداقتك به، لأنه يدعو إلى الكفر، يدعو إلى أن تقول المسيح هو الله، المسيح ابن الله، دعاء إلى الكفر، فكيف تصادقه؟ هل أخي في الرضاعة البنت مثل الأخ الشقيق في التعامل معها؟ يعني واحد أخوه فتاة من الرضاعة، نعم مثل الأخ الشقيق إلا إذا وجدت فتنة أو مفسدة. حكم صيام النفل المردة مثل 6 من شوال، إذا استطاعت صامت، ما استطاعت ما صامت، وليست بفرض صيام هذه الأيام، ليس بفرض.
إذا كانت الولادة قيصرية والأطباء يقولون لا يمكن الولادة أكثر من 4 مرات. قول أكثر الأطباء للذكر في هذا الباب هم أعلم منا في هذا الموضوع. بارك الله فيك يا أختي النوال. ماذا إذا كان الرجل متزوجا؟ مش فاهم السؤال. ترك الصلاة كسلا كبيرة من الكبائر، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر لا يثبت. حكم العمل مع من ماله حرام في البناء عليه اسمه لك أجر عملك. يعني واحد ماله حرام دعاك للبناء تبني بيتا له، أنت تأخذ أجر مقابل البناء؟ لا، ليس من حقك أن تبحث من أين أتى بأمواله. أنت تأخذ عمل صحيح مقابل، تأخذ مال صحيح مقابل عمل صحيح. ازاي نلعق الاصابع وناكل بالملعقة؟ اذا اكلت بالملعقة خلاص انت تاكل ملعقة، اذا اكلت بالاصابع لعقة بعد الاكل. طارق بن عبد الرحمن حفظه الله يقول لم يحدد الاطباء عدد من الولادات القيصرية حد ناقص. يا حبذا يا طارق، لو اخبرتنا بماهيتك ما عملك، هل انت طبيب او ماذا، او عن من نقلت هذا القول من غير اعتمادنا للقول الأول اعتمادا مسلما به. فنحن نسأل في هذه المسألة أهل الذكر في كل فتاة، في كل امرأة عفوا ولدت. إذا زنى رجل متزوج بامرأة هل زواجه بها يكف عنه حد الزنا؟ لا يكف عنه حد الزنا. إذا زنى رجل متزوج بامرأة هل زواجه ذهب السؤال. حكم بيع الكمامات القماش أيضا يسأل أهل الذكر فيها، الكمامات القماش تنفع أو لا تنفع؟ يقول هو في خصام مع زوجها، فأنا تركت البيت لأنه دائم السب والشتم ومعاناته سيئة لي ولأبنائه، ولا يريد أهلي ولا أمورهم ولا يزورون، لأنه لا يحب أن أصلهم ولا يصلني ويشتمهم بدوني إن يفعلون له شيئا، وأنا تركت البيت، أنصحني ماذا أفعل؟ أنصحك بالرجوع إلى البيت والاستقرار فيه، فإذا هو أخرجك اخرجي، لكن أو إذا كان يحملك من الأذى ما لا تحتملين ضربا وإهانة، إذا عجزت عن التحمل اخرجي، لكن ما دمت تتحملين اصبري في البيت. بارك الله فيك. حكم سفر الزوج ولا يريد أخذ زوجتها، إذا لم يكن يريد أخذ زوجتها وباستطاعتي أن يأخذها فهو ظالم لها. إذا كان سيضر به، لأن بعض الناس يخرج 2-3 سنوات ولا يرجع إلى أهل بيته ويجمع الأموال ويأتي زيارة كل سنة 2، أشتينا يوما إجازة ويرجع، حياة ما ليست بسكن، ويحمل المرأة أعباء المنزل وهو مسؤول عن رعيته من ناحية المال ومن ناحية التربية. حكم قول المأذون في الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لم يرد مثل هذا في الصدر الأول، ولم يكن أبو حنيفة موجودا. ما معنى ليس منا من حلق سلق وحلق وخرق؟ سلق رفعت صوتها بالدعاء بالصياح عند المصائب، اللي يسميه المصريين الصويت، وحلق حلقت شعرها عند المصيبة، وخرقت قطعت ثيابها عند المصيبة. خالد، ما سؤال خالد؟ يقول ما عاد ينشر بسبب تكرار. ما سؤالك يا خالد؟ الله يحفظك.
نصيحة للزوجة التي تطلب، لماذا تولد فتنة من الحقن المجهري أو زراعة الأجنة بعد موت الزوج؟ نعم، يعني بعد موت الزوج ستستعمل هذه الأشياء المخزنة لمدة سنوات، فتتولد فتنة من عدة جوانب، يعني يطول الكلام فيها الآن، من عدة جوانب. الأب مات، تقول الأب الرجل مات من 20 سنة وابنه مولود الآن، كيف يعني كيف يتأتى ذلك؟ ثم مدعاة لارتكاب الفواحش، من عدة جوانب. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فدعا ودعا ودعا إلى أن كشف الله الكرب عنه. الأطباء يقولون الكمام القماش تضر لو أقل من 4 طبقات، لا أعلم، ليس لي علم بذلك، هم الذين يفتون في هذا الباب. ما الأذكار الصحيحة في الصباح المساء شيء أشياء طويلة لا يصلح الإتيان بها هنا، لا أعرفه يا شيخ رامي، لم أقرأ له. لماذا عفوا النصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق لأجل زواج زوجها بأخرى؟ نسألها ما السبب الذي من أجله طلبت الطلاق؟ يعني هل تغير الزوج؟ لأن في زوج مثلا يفتن بعد ما يتزوج الزوجة الثانية، أو يأتي بالزوجة الثانية ظلما وقهرا وعدوانا ويجلسها في شقة الزوجة الأولى فيصبح هناك ضرر، يعني يصبح هناك ضرر، أو أن الزوج يظلم أو لا ينفق. فهذه ملابسات لابد أن تسأل، ما الحامل لك على طلب الطلاق من هذا الزوج الذي تزوج عليك؟ اتهم زوجته ببهتان ثم عاد إليها فهل عليه كفارة؟ السؤال مجمل غير موضح. الأفضل عمل عقيقة في بلدي أم في بلاد الصومال أشد فقرا؟ في بلدك أفضل، لك ستأكل منها وتنشر أيضا سنة العقيقة في بلدك. اشترينا ذهب بفصوص وقال لنا صاحب المحل إن الشركات اتفقت على البيع والشراء، هكذا ما الحكم؟ الحكم أن هذا غلط. الحكم أن تشتري الذهب تفصل الذهب عن الفص، تفصل الذهب عن الفص وتزن الذهب وتقيم الفص. أما أنك تشتري الذهب بالفص وتحسب ثمن الفص بثمن الذهب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبعض العلماء أو عفوا بعض الدول رخصت شيئا ما في الفصوص الصغيرة المتداخلة مع الذهب التي لا يصعب فصلها، وقالوا لا ينبغي أن تزيد على 2.5%، وضعوا قرارا بمثل ذلك للضرورة في هذه الحال، لأن أحيانا الذهب هو يشكل تدخل فصوص يصعب أن تفصل، لكن أحيانا فصوص يمكن فصلها، فهم جوزوا الذي هو أقل من 2.5% تقريبا، كشيء تقريبي يقال هذا صغير لا يلتفت إليه. يعني ماذا نقول في من يبدل المشايخ؟ من يبدل المشايخ أقوام من أهل الجهل والغباء، عياذا بالله. يعني ما أدري لماذا، يعني ما السبب الذي من أجله يبدعون شيخا ما؟ يبينون لنا هذا الشيخ مبتدع لأنه صنع كذا وكذا، ويثبت المعلومة التي قالها. وهل نصحوه؟ فقلنا لسنا بمعصومين. هل نصحوه وأصر على ما هو عليه أم لا؟ فالإطلاقات والسب والشتم يجيده كل واحد، حتى الصياع في الشوارع يجيدون السب، يعني لا يعجز أحد عن السب والشتم، إلا أن الدين يمنعه دينه من أن يكون سبابا ولا شتاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. أما أي مهنة السب والشتم يجيدها أي شخص من الأشخاص الذين انعدم وراءهم ويقول القلب فيه، وما يتكلم كلام كثير، كل يتكلم، لكن من المصيب؟ الله الحكم بين العباد يوم القيامة. لكن أنصح إذا قلت الشيخ هذا أخطأ،
لماذا أخطأ وما سبب الخطأ، وهل نصح أم لم ينصح، بين لنا. هل يقع الطلاق ولو كان شفهيا؟ هذا الأصل على عهد رسول الله أن الطلاق لم يكن مكتوبا، والنبي قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هل يجوز تقديم صلاة العشاء بعشر دقائق؟ نحن في ضواحي باريس، وتوقيت صلاة العشاء تتقدم بعشر دقائق، هل تحسب لي نافلة؟ في جزء يا عمار أريدك أن تنتبه له لعل فيه فسحة لك. اعلم أن صلاة أن وقت صلاة العشاء يكون بسقوط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. هذه الحمرة إذا سقطت دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء. فقد يكون هذا دخول وقت العشاء، دخول وقت العشاء قبل الوقت المعلن عندك في باريس بمدة، وهذا في يعني يكاد الظن أن يكاد يغلب على الظن بقوة. فجرب مرة إذا كانت شمس تغرب في بلادكم، اخرج عن باريس مرة يوما وانظر إلى قرص الشمس بعد أن سقط، مكانه حمرة، هذه الحمرة تسقط متى؟ وبناء على ذلك تقاس الأمور حفظك الله. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة الشيخ محمد هرام، الله يرحمه رحمة واسعة. حديث قتلوه قتلهم الله، ألم يسألوا إذ لم يعلموا، إنما كان شفاء العي السؤال، لا يثبت معلول. وإن كان الحكم قد يكون سليما، أن الماء الشخص إذا كان مريضا والماء سيمرضه يتيمم. هل يجوز زواجها من بنت، يجوز زواجي من بنت زوجتي، زوجتي ماتت وابنتها لم تربى بحجري وهي كانت متزوجة والآن مطلقة والآن عمرها 25 سنة، هل أتمسك بفتوى الإمام علي؟ تحافظ حقك يا خالد. أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا عقد رجل على امرأة والمرأة لا يعني كتب الكتاب باللغة المصرية والمرأة لا بنت من رجل آخر، فطلق الرجل المرأة قبل أن يبني بها، يجوز له أن يتزوج ببنتها لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن هب أن هذه البنت كانت في بيت آخر ما يعرفها زوج أمها ولا تربت عنده، أو يعرفها وما تربت عنده، فإذا طلق أمها أو ماتت أمها هل يجوز أن يتزوجها؟ فأقول ظاهر القرآن الكريم يفيد ذلك أن له الجواز، لأن الله قال وربائبكم، الربيبة بنت الزوجة من رجل آخر، اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم متربية عندكم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر شرطان، ذكر أمران، أن تكون في الحجر وأن تكون الأم مدخول بها. بهذا تمسك علي رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك ابن حزم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى. الجمهور قالوا لا، إن قوله تعالى التي في حجوركم إنما هو خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربائب تكون في الحجر، فمنع جمهور العلماء الزواج بالربيبة التي الزواج بالربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر. وتمسك قوم
بأثر علي وهو الموافق لظاهر القرآن بأنه يلزم حتى تحرم أن تكون في الحجر، والله أعلم. وعلي طبق، وجد رجلا حزينا قال ما لك حزين؟ قال زوجتي ماتت. قال هل لها ابنة؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال تزوجها. قال كيف تزوجها ويا ربيبتي؟ قال هي ربيبتك ليست في حجرك، والله يقول وربائبكم التي في حجوركم. فعلي يقول بالجواز والجمهور يمنعون ويقولون خرجت كلمة في حجوركم ما خرج الغالبي. الاحتياط لك أن تبتعد. بالضبط. ما حكم لعن الكافرين؟ اللعن على وجه الإجمال جائز. ألا لعنة الله على الظالمين؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله من غير منار الأرض. اللعن العام جائز، لكن اللعن بالتخصيص لعن الله فلانا باسمه لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان فيه خلاف طفيف نريده في مقامات أخرى، وبالله تعالى التوفيق. هذا وفي الختام أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالتوحيد، توحيد الله عز وجل، فأمر التوحيد عظيم، أمر التوحيد عظيم، ولا بد من حماية حمى التوحيد. أمر التوحيد عظيم ولا بد من حماية حمى التوحيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأنصح إخواني بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن الذي يكشف الضر هو الله، ليس هو رسول الله. أكرر على نفسي وعلى إخواني أن كاشف الضر هو الله، كاشف الضر هو الله، ليس رسول الله وليس عيسى ابن مريم عليهم السلام جميعا وعلى رسولنا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم، وليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليست فاطمة رضي الله عنها، وليس الخليل إبراهيم عليه السلام. فإذا كان هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ إن الخليل قال الذي خلقني فهو يشفيني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم شج رأسه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه شج الرأس، وكذلك كسرت رباعيته أسنانه المقدمة عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يدفع ذلك عن نفسه، وقتل عمه حمزة بجانبه يوم أحد شهيدا ولم يستطع النبي دفع ذلك، والحسين رضي الله عنه قتل في كربلاء ولم يستطع منع نفسه من القتل. يا أهل الإسلام افقهوا، يا أهل الإسلام، كاشف الغمة هو الله، ليس ثم بشر يكشف الغمة. يا معشر المتصوفة اتقوا الله في أنفسكم، لن تضروا إلا أنفسكم، ما أنتم بضارين من أحد شيئا. إذا أراد الله لشخص الهداية لن تستطيعوا أن تضلوه أبدا، انتبهوا لذلك. أنتم تضرون أنفسكم إذا اعتقدتم أن السيد البدوي ينفع ويضر،
وإلى الذين يشدون الرحلة إلى السيد البدوي وإلى إبراهيم الدسوقي وإلى عبد القادر الجيلاني، نقول أولا ما نستطيع أن نجزم لهؤلاء الذين ماتوا بجنة ولا بنار، لا سيد البدوي ولا إبراهيم دسوقي ولا الجيلاني ولا غيرهم، إلا الذين جاءت في النصوص عن رسول الله كالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولو كان سيدا لشباب أهل الجنة لا يملك لنفسه أيضا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كنا لا نستطيع أن نجزم للسيد البدوي أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، فكيف ندعوه من دون الله؟ كيف تحملين على رأسك الحمائل وتذهبين إليه تطلبين منه أن يسأل على البنت الامتحان؟ كيف ذلك؟ وكيف يليق برجل، كيف يليق برجل يقف وله منصب في مولد السيد البدوي ويقول نحن في مولد السيد البدوي قطب الأقطاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ كيف تسول له نفسه أن يقول مثل هذا الكلام؟ كيف تسول له نفسه كمسلم أن يقول عن السيد البدوي الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ ما يا أهل الإسلام، من الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ نبئونا بعلم إن كنتم صادقين. إن الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب إن شاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. هذا فاثبتوا على التوحيد يا أهل الإسلام، اثبتوا على التوحيد يا أهل الإسلام، اثبتوا على التوحيد يا أهل الإسلام. يسأل سائل عرضا عن مسألة اسمها العذر بالجهل، فقد احتد بعض إخواننا في مسألة العذر بالجهل ويريدون أن لا يعذروا الناس بالجهل، وإذا قلت الإمام الفلاني أخطأ لأنه لا يعذر بالجهل أقاموا عليك الدنيا هم الآخرون، فأصبحنا بين طرفي، فيقول إن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله قال في كتابه الكريم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إن الله قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن النصوص تتوالى لإثبات العذر بالجهل. أقول ذلك أنه خرج بعض إخواننا غاضب ويتدخل في النيات من أجل أن انتقدنا عالما من العلماء يقول بعدم العذر بالجهل، فخرج يدافع، ليته تحاكم إلى أدلة من كتاب منير أو من سنة. إن الحواريين قالوا لعيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فسألوا الرسول ذلك هل يستطيع ربك، ولم يحكم النبي عليهم بالكفر، لم يحكم النبي عليهم بالكفر. فيعذر الجاهل بجهله إلى أن يعلم ويفهم. وإن أحد من قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن رجلا تشكك في قدرة الله لجهله وقال لأهل بيته لما حضرته الوفاة أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني وأسحقوني اطحنوني ثم انتظروا يوما صائفا يوم فيه رياح فتوسطوا بي البحر وزروني في البحر، ارموا ترابي في البحر. لماذا أبي نفعل ذلك؟ قال إنه لم يبتئر خيرا قط، ولئن قدر الله علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك قال الله له كن رجلا، فقام بين يدي الله فقال الله له ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال مخافتك يا ربي، فغفر له.
إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد أحب إليه العذر من الله، لأجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أيها الإخوة، كتاب الله بين أيديكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وتلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مسلمات في ديننا أيها الإخوة أن الأمر كله لله، أن الله فعال لما يريد، أن الله قال دعوني أستجب لكم، أن الله قال في شأن أقوام: وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، في كتاب ربنا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، في سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، ما عاد هناك أقلام تكتب، وجفت الصحف. افهموا يا أهل الإسلام، نصوص محكمات، يأتي شخص ويتبع المتشابه فيضل ويضل غيره، ويكذب القرآن ويؤول في القرآن، وهذا يقول أبو لهب في الجنة، قد يكون في الجنة، قد يغفر الله له، ويكذب الصريح المحكم من كتاب الله، سيصلى نارا ذات لهب. من أجل ماذا كل هذا أيها الصوفية الحمقى؟ مكنتم صحيح من القنوات الفضائية، مكنتم من عدد من القنوات، لكن الله أقدر عليكم، الله أقدر عليكم. وكما قال ربنا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقد قال ربنا الأعلى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. هذا كتاب الله يا أهل الإسلام، هذه سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، إلزموها ولا تتبعوا الشبهات ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شاكرا نعمة الله على الإسلام، نعم الله التي لا تحصى، ومن أجلها وأفضلها نعمة التوحيد. فلك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله، ثم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.